اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في صدى اقلام الجديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والدوليه ونبدا من اهم العناوين. جاء في المدى منظمه دوليه تقول عدد النازحين ارتفع الى 1.3 مليون بعد تسجيل هجره عكسيه، ونقرا في العرب الجديد غياب الخدمات يعيد التظاهرات الى بغداد. ونطالع في عربي 21، الدنمارك تجدد عزمها إعادة اللاجئين إلى سوريا. ونطالع في القدس العربي رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وغزة تستأنف إطلاق البالونات الحارقة. وجاء في لوفيغاريو في إيران تصفية حسابات بين ظريف والحرس الثوري. ونطالع في مجلة بوليتيكو الأمريكية سنخرج من أفغانستان ونترك جيشا قبليا منقسما. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الزمان حقوق الإنسان عدد الشهداء يفوق 130 والحصيلة الحكومية المعلنة غير صحيحة. حرق المرضى في المستشفى في بغداد ليس حادثاً. هيفاء زنقنة تقول وكأن العراق في حاجة إلى كارثة إنسانية أخرى تضاف إلى الموجود لنصل إلى حضيض قتل المرضى حرقاً، ليضاف عدد الضحايا جدد إلى قائمة تضم ما يقارب 16,000 وفاة ومليون و250,000 مصاب بالفيروس، وهو الأعلى بين الدول العربية. وكان العراق قد حصل على ما يقرب من 650,000 جرعة من اللقاحات المختلفة، معظمها طبعا عن طريق التبرع أو من خلال برنامج كوفاكس الذي يساعد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على شراء اللقاحات، وهي مفارقة توجع القلب غضبا أن ينافس بلد مثل العراق ومن أكثر دول العالم ثراء بالنفط البلدان الفقيرة للحصول على ما يتم التبرع به من اللقاح. نستمع إلى مقال للكاتبة هيفاء زنقنة جاء فيها. بينما تثير الفاجعة الأخيرة التساؤلات حول سبب حدوثها وكيفية التعامل معها، يثير عدم توفير اللقاح والرعاية الصحية للمواطنين تساؤلات أكثر. بالنسبة إلى الفاجعة، قد يكون انفجار قنينة الأكسجين هو السبب الأولي، إلا أن شهادة خبراء تداولتها وكالات الأنباء العالمية تدل على أن المستشفى لم تكن في تصميمها وبنائها وتجهيزها وصيانتها وتشغيلها مستوفية لتوفير وسائل خروج مناسبة لتجنب الخطر غير الضروري على حياة وسلامة شاغليها من الحريق أو الدخان أو الأبخرة أو الذعر خلال الفترة اللازمة للهروب. وتبدي النقص الأوضح في عدم تثبيت الأبواب الثقيلة الخاصة بين الردهات منعاً لانتشار الحريق، ما أدى إلى الانتشار السريع للنار والدخان والغازات القاتلة قبل وصول رجال الإطفاء الذين يعانون أساساً من النقص في الإمكانية لمواجهة كارثة كهذا. أما بالنسبة إلى توفير اللقاح ومراكز الرعاية الصحية العامة والمستشفيات ذات الأقسام المهيئة بشكل خاص لعلاج المصابين بالفيروس، فإن أسباب الفشل مرتبطة بانهيار النظام الصحي بمجمله وصعوبة الحصول على الماء الصالح للشرب وانخفاض الصرف الصحي، خاصة بعد غزو البلد عام 2003 حيث انتشر وباء الفساد المالي والإداري بشكل مبكر وسريع. طبعا ومع تدهور المستوى التعليمي والتعيين حسب الانتماء الحزبي الطائفي وانعدام النزاهة، لا غرابة إطلاقا أن تحصل وزارة الصحة على لقب أكثر الوزارات فسادا في العراق، حيث فاقت قيمة الفساد في وزارة الصحة 10 مليار دولار منذ 2003. نطالع في المدى وتحديدا في العمود الثامن أعداء الاستقالة والحياة. يقول الكاتب علي حسين في مقالة له بصحيفة المدى: دائما ما يلومني قراء وأعزاء وهم يقولون هل تتوقع أن ساستنا ومسؤولين يقرؤون؟
وأنهم سيطيلون النظر في سطورك التي تحشيها بتجارب الشعوب وحكايات عن بلدان الرفاهية واحترام أرواح المواطنين والديمقراطية. أنا أيها الأعزاء أطمح لأمر واحد فقط يقول الكاتب، هو أن أجد أمامي مسؤولين يعرفون جيدا معنى الاستقالة. لا أقبل أن يتحسر العراقي وهو يسمع أن مدن العراق تعاني من سوء الخدمات وشبابها بلا عمل، فيما السادة الأكارم في مجلس النواب مصرون كل الإصرار على إعادة مجالس المحافظات إلى خدمة السرقة والنهب من جديد. أيها القارئ العزيز، أنا وأنت مواطنان في بلد يستقوي عليه ساسته وإخوانهم ورفاقهم، ويحق فيه لوزير خارجية إيران أن يجتمع مع قادة السنة والشيعة ليدلهم على الطريق المستقيم، وأنا كمواطن لا أملك سوى هذه المساحة الصغيرة أبث من خلالها شجوني. أمني النفس بمسؤول من المؤمنين على شاكلة وزير الصحة الأردني الذي تقدم باستقالته بعد وفاة 6 أشخاص في مستشفى بسبب انقطاع الأكسجين مدة ساعة. وربما كنا نضحك على بعضنا حين نتوهم أن الوزير المؤمن حسن التميمي سيقدم استقالته بعد أن أكلت النار أكثر من 100 مواطن جريمتهم الوحيدة أنهم فقراء لا يملكون ثمن العلاج، وتوهموا أن الدولة ستوفر لهم أفضل الخدمات الصحية. فإذا بلجنة الصحة النيابية التي يرأسها العلامة قتيبة الجبوري تقول لهم أنتم السبب في هذه المأساة، فلماذا تدخنون وتستخدمون الهيترات الكهربائية وتتناولون الطعام داخل الردهات، ولم تخبرنا لجنة قتيبة الجبوري الذي ظل يردد أن كورونا فيروس سياسي مهمته تخريب اقتصاد العراق، وأوصانا بأن لا نقلق فيما يعرض على فضائيات العالم من مشاهد للموت هي مجرد فوتوشوب، من أن الخراب الحقيقي هو في وجود مستشفيات متهالكة تفتقر إلى الأجهزة والأدوية والأمان. ربما يسخر البعض من وزير قدم استقالته لمجرد موت 7 أشخاص في الوقت الذي خاض فيه زعماؤنا الملهمون حروبهم الطائفية من كل نوع ولون وفي كل اتجاه. احتلوا المؤسسات الحكومية، أبادوا مدنية الدولة، طاردوا الكفاءات والعلماء والأدباء وشردوهم وحتى وضعوهم في المنافي ودفنوا وماتوا بعيدا عن أوطانهم، وضعونا على سلم البؤس، أدخلونا موسوعة غينيس في عدد الشهداء والمهجرين. جاء في العربي الجديد مليارات الانتخابات العراقية آراء، هكذا هو العنوان. إياد الديلمي اليوم يقول تبدو خريطة التحالفات المقبلة اليوم على انتخابات 2021 المبكرة لا تختلف كثيرا عن التي شاركت في انتخابات 2018 أو 2014 أو حتى ما قبلها، مجرد تغيير في أماكن اللاعبين وإعادة تموضع بحثا عن أطول مدة ممكنة للبقاء في لعبة السلطة وتداول الكراسي بين أقطابها. مقال بعنوان مليارات الانتخابات العراقية للكاتب إياد الدليمي نشرته صحيفة العرب الجديد وجاء فيه. بيننا وبين الانتخابات نحو 6 أشهر، ومع ذلك تبدأ مبكرا جدا، ولعل ما شهدته البلاد في الفترة الماضية يؤكد أن انتخابات العراق ربما باتت أعقد بكثير من أي انتخابات أخرى تجري في العالم، ليس لشيء سوى لأن تحالف المال والسلاح بات يتحكم بكل شيء، وهو على عجلة من أمره في حسم موقعه بين مقاعد البرلمان المقبل، تفيد معلومات واردة من دوائر صنع النواب، وتلك لعمر دوائر عراقية بحتة، بأن سعر مقعد البرلمان في الانتخابات المقبلة قد يتجاوز 3 إلى 5 ملايين دولار، بينما لم تحدد بعد ما يمكن أن يصل إليه سعر كرسي الوزارة المقبلة، بخلاف كرسي رئاسة الحكومة الذي يبدو أن حساباته تختلف عن حسابات أي حقيبة وزارية أخرى.
بل إن قادة كتل انتخابية بدأت رؤوسهم تظهر لم يكتفوا بعمليات دفع الريشة أو تكاليف الدعاية الانتخابية لهذا المرشح أو ذاك، وإنما شرعوا في حملة واسعة لإزالة كل المنافسين المحتملين ولو بكشف ملفات الفساد أو حتى عن طريق التصفيات والتسقيط السياسي وربما حتى الجسد مستقبلاً. وذكرت مصادر تتعامل ببورصة الانتخابات والمرشحين أن بعض قادة الكتل دفعوا لكل مرشح ضمن تحالفهم المقبل أكثر من 250 ألف دولار كتكاليف دعاية انتخابية. إذا كانت كل هذه الأموال تنفق من أجل الفوز بمقعد في البرلمان أو حتى الحصول على حقيبة وزارية، فما هي المكاسب التي يمكن أن يجنيها هذا الحزب أو تلك الكتلة أو ذاك السياسي الفاسد من الحصول على مقعد برلماني أو حتى حقيبة وزارية؟ سؤال وجيه يدرك العارف بالشأن العراقي جيداً أن حجم الفساد في هذا البلد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. الكاتب حسين صالح السبعاوي يقول في مقاله مبتدئاً برلمان بلا معارضة، حيث يسرد قائلاً يرتكز النظام البرلماني على ركنين أساسيين هما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. الأولى هي الحكومة بكل أجهزتها، والثانية هم أعضاء مجلس النواب من جميع القوى السياسية سواء الأغلبية أو الأقلية أو الكوتا التي تمنح للأقليات العرقية أو الدينية. ومهمة المجلس هي الرقابة وتشريع القوانين. ولكن ماذا عن العراق؟ يتساءل الكاتب حسين صالح السبعاوي في مقاله المنشور بموقع مركز راسام للدراسات: ماذا عن العراق؟ في العراق وبعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة وتغيير النظام فيه من رئاسي إلى برلماني، عمت الفوضى في البلد بحيث فتحت الشهية لكل مجموعة صغيرة عرقية أو إثنية أو حتى قبلية أن تعلن عن تشكيل حزب خاص بها بغض النظر عن البرنامج الذي يحمله الحزب. ويعتبر قانون الأحزاب في العراق قانوناً فضفاضاً لا يحاسب الأحزاب على برامجها ولا عن تمويلها ولا على عدد أعضائها الأصليين، بحيث أصبح عدد الأحزاب في العراق أكثر من 300 حزب مسجل لحد الآن لدى المفوضية العليا للانتخابات، وتريد المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الأول 2021 بحسب تصريحات مفوضية الانتخابات، علما أن العدد قابل للزيادة ليصبح ضعف عدد الأحزاب التي شاركت في انتخابات 2018 والتي شهدت مشاركة 204 أحزاب حسب تصريحات المفوضية. كما ذكر التصريح أن الكثير من هذه الأحزاب أحزاب منسلخة من أحزاب شاركت سابقاً في الانتخابات لكنها سلكت طريق التمويه للناخبين بالأحزاب المنسلخة منها لأنها تخشى على نفسها من الخسارة بعد فشلها في تقديم أبسط الخدمات للمواطنين. يضيف السبعاوي قائلا: لا يمكن النظر إلى كل هذا العدد الكبير من الأحزاب على أنها حالة صحية في العراق، خصوصا إذا ما كانت هذه الأحزاب وقيادتها متهمة بالفساد ونهب المال العام، ولا يعنيها من المشاركة في الانتخابات سوى الحصول على كراسي وزارية التي تمكنهم من نهب المال العام. نطالع في العرب اللندنية: جامعة الشهداء انقضاء عهد التعليم في العراق، هكذا تقول باهر الشيخلي في مستهل مقالها، حيث يصف أستاذ جامعي متقاعد ومدير عام سابق في التعليم العالي حسب الكاتبة يصف تأسيس جامعة الحشد الشعبي بأنها دكان لبيع الشهادات تحت أسنة الحراب، وأن هذه الجامعة ستكون مكاناً لقبول الفاشلين بكل تأكيد ومنح الشهادات من دون رقيب وحسيب. وحسب رأيه فليس ثمة مسوغاً علمياً لهذا الاستحداث،
والتفسير الوحيد لهذا التأسيس هو أن تكون الجامعة الحشدية مكاناً خطيراً لتعليم الطائفية وإعداد قيادات ميليشياوية تغرق البلد بالتبعية للولي الفقيه. جاء ذلك بمقال الكاتبة باهر الشيخلي. لنتابع. إذا كان صحيحاً القول قبل سنوات إن قطاع التعليم في العراق في طريقه إلى الانهيار، فإنه الآن ترك الانهيار وراء ظهره وتجاوزه ليمضي في طريق العدم لعوامل عديدة، في مقدمتها تطويقه بالتعليم الأهلي الذي أصبح وجهاً من وجوه التجارة المربحة، يمنح الشهادات جزافاً، واختراقه من الحشد الشعبي وميليشياته عن طريق افتتاح جامعة الحشد الشعبي تحت اسم جامعة الشهداء، التي خطط لها أن تضم كليات عسكرية وحربية وثقافية وعلمية، خاصة بمنتسبي الحشد الشعبي التي تقبل الطلبة من خريجي السادس الإعدادي أيضا. يخطئ من يظن أن سبب تشكيل الحشد الشعبي هو رد فعل لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، فالحشد فكرة تبدت مقدماتها البنيوية الأولى منذ قيام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وكان جناحه العسكري فيلق بدر، البذرة الأولى التي اختبرتها طهران ميدانياً في حرب الثماني سنوات التي فرضتها إيران على العراق، وتأكدت من ولائه في قضيتين مهمتين: الأولى كانت تعذيبه الأسرى العراقيين وارتكاب جرائم حرب بتصفية مئات الأسرى، أما القضية الثانية فكانت العمليات التخريبية داخل العراق منذ الثمانينيات حتى غداة احتلال بغداد. أما المهمة الكبرى والمستمرة فهي العمل على ترسيخ لاهوت الثورة الإيرانية وتحقيق استراتيجية تصدير الثورة. لماذا هذه الجامعة؟ والواقع ليس ثمة مسوغ قانوني لجهة عسكرية بالانضواء تحت جناح التعليم العالي، فالمعاهد مثلا والكليات العسكرية منضوية تحت جناح وزارة الدفاع، وإذا كان الغرض هو تكريم منتسبي الحشد مثلا، فالكليات الأهلية في العراق أصبحت لا تعد ولا تحصى، لذلك لا ينصرف الذهن إلى أن استحداث مثل هذه الجامعة ليس سوى تنفيذ لأجندة خارجية لتعليم طائفي وبمنهاج وبمناهج كذلك غريبة على الأرث الأكاديمي العراقي. مجلة بوليتيكو نشرت تحت عنوان سنخرج من أفغانستان ونترك جيشا قبليا منقسما. قالت مجلة بوليتيكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على حق في رفض توصيات مجموعة الدراسة الأفغانية والأمر بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وأوضحت في تقرير أنه من الواضح وجليا أنه لم يكن قرارا سهلا إطلاقا، حيث تضمن مخالفة توصيات العديد من القادة العسكريين الحاليين والسابقين كذلك، الذين استثمروا بشكل كبير وواضح في هذا الصراع. لديكم الساعات ولدينا الوقت، هي عبارة شائعة بين قدامى المحاربين في الحرب في أفغانستان، وينسب هذا القول إلى عضو في حركة طالبان، ويبرز الفرق بين صبر طالبان والرغبة الأمريكية في الانتصار بسرعة والعودة إلى الوطن. غالبا ما يتم استخدامه كذريعة لافتقارنا إلى التقدم في الحرب، في إشارة إلى أنه لم يكن بإمكان الجيش فعل أي شيء للتغلب على هذه الديناميكية السياسية ضمنياً. وقالت المجلة إنه بدلاً من بناء قوة تناسب أفغانستان، قمنا ببناء نموذج مصغر عن جيشنا يتطلب دعماً لوجستياً كبيراً وقدرات تقنية لإدارتها، قوة تعتمد بشكل كبير على القوى الجوية والعربات المدرعة لمحاربة العدو الذي يعتمد على قدميه وعبوات ناسفة وكلاشينكوفات. هذا ليس كشفا جديدا، ولكن عرفه القادة العسكريون الأمريكيون المتعاقبون ذو النظرة المتفائلة أو الوهمية الدائمة بأن إمكانية الانتصار على طالبان كانت على وشك الحدوث. كانت الغريزة دائما هي المضاعفة أو الاستمرار في دعم القوات الأفغانية لفترة كافية
لجعلها تتجاوز خط النهاية. بوليتيكو المجلة الأمريكية قالت إنه غاب أي اعتراف بمدى عدم كفاءة وعدم فاعلية مسعانا العسكري الذي استغرق ما يقرب من 20 عاما، وكيف ساهمت جهودنا حتى اللحظة في الخلل الوظيفي في أفغانستان، ولماذا يجب أن لا نتوقع أن المزيد من نفس الشيء سيؤدي إلى نتائج أفضل للأهل. وفي أخبارنا المتنوعة لهذه الحلقة، التقطت عدسات الكاميرات في مواقع مختلفة حول العالم ظاهرة القمر الوردي لعام 2021، وتحول القمر الكامل ليلتي السبت والأحد إلى القمر العملاق، واستطاع الكثيرون رصده، وستستمر الظاهرة لثلاث ليال مقبلة. وجرت العادة في الغرب أن يسمى القمر الكامل في شهر أبريل بالقمر الوردي، ذلك أن مظهره يتزامن مع ازدهار فلوكس سوبولاتا بصفتها زهور وردية لطيفة. يذكر أن قرص القمر يزداد حجما وقت القمر العملاق بنسبة 14% وسطوعا بنسبة 30% لسبب اقتراب الأرض من القمر الذي يدور حولها بمدار إهليجي، أي أنه ممدود قليلا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.